فايش المواقف اللي قد حصلت لك قد عديت فيها اللي تكون جديره بالذكر؟ والله شوف، حصلت معايا مواقف في رحلات ماضيه، يعني هذه الرحله الان لها 6 ايام. حصلت من ضمن المواقف المضحكه اللي حصلت معايا، طبعا في كل رحله يكون معايا فريق عمل. ذاك اليوم كنا في السياره، يعني كانت السياره واقفه وانا كنت نايم في الخيمه وفريق العمل نايم معايا، السياره جنب الخيمه، الشبابيك مفتوحه، وطبعا فريق العمل الله يعطيهم الصحه والعافيه يقضوا مؤونه الرحله كامله يحطوها في السياره، عشان يعني خلاص لما اوصل للخيمه واتوقف في نقطه التوقف اطبخوا الله يعطيهم العافيه، يسووا الاكل كل حاجه. فذاك اليوم نمنا في الخيمه وصحينا نبغى نجهز الفطور، ما في ولا حاجه من المؤونه ومن المواد الغذائيه في السياره، القروش دائما في السياره عشان كل حاجه في السياره. انتبهوا من القروش، انتبهوا. واحنا نايمين في الخيمه داهموا السياره واكلوا كل شيء في السياره، هذا موقف من المواقف اللي حصلت. حلو جميل، يلا عليكم بالعوض ان شاء الله.